خدمنا فيها، كاين اللي خدم 7 سنوات، كاين اللي خدم 6 سنوات، كاين اللي خدم 5 سنوات، ومن بعد جانا امر بالطرد بدون سبب، معنا ما احنا ما بدون سبب انذار، معنا ما عندنا حتى سبب. التجاره في الامور تجروا فينا بالغ. ومن هذاك الوقت طالبنا السلطات الولايه، طالبنا السلطات الحين الجايه، طلبنا المدير العام تاع السلطات ورجعونا، قال لك الامور راح عند الولي، الامور تاعكم راح عند الولايه تاعكم، كل شيء كلش هنا، يعني ما طردناكم، ما عندنا علاقه، انتم خدامين الولايه تاعكم اللي طردتكم. لحد الساعه احنا ما عرفناش حتى على خرجنا من خدمه، كنا خدامين، كنا حمايه مش خدامين، كنا حمايه للوطن في السابق، كنا حمايه، دخلنا على اساس ان نحمي الوطن، مش خدامين، خدامين عندنا معنى، احنا دخلنا ناس مضحيين بنفسنا سنوات، ما كناش عارفين مجهول، ما كناش عارفين حتى وشنو المصير تاعنا، كانت الناس في عمر مجهوله، كنا مضحيين بولادنا، مضحيين بنفسنا، حتى من بعد ولات خدمه عاد سموها شغل، في الاول ما كانش شغل، كانت الناس تضحي بفلوسها، كانت تحمي الوطن، كانت جهاد تحمي الوطن، كنا مناضلين، كان مناضلين تو 54، كنا نحاربوا في عدو اخطر من العدو اللي كان في 54، لانه عدو خاصه اقول لهم اي نعم، اعطيني اسمك الحاج، اعطيني اسمك، لا خلاص لا والو، الحاج اعطيني مختصر القول، القناه راه